السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم إن كان مساء، وأسعد الله صباحكم إن كان صباحا. طبعا رجعنا لكم في لعبة جديدة، طبعا جديدة علي أنا، يعني توني ألعبها، لكن هي قديمة من عام 2018، اللي هو بي سي بيلدينج سيموليتر، هاك الكمبيوتر أو تصليح الكمبيوتر أو زي كذا. طبعا هذا الكمبيوتر اللي تبعنا، تبع المحل، خلينا نشغل. وهذا يا طويل عمر السلامة عندنا كمبيوتر يقول ريموف فايروس، مزعج ريموف فايروس، يعني هذا عنده يا طويل عمر السلامة الكمبيوتر حقه في فايروس، يبغانا نشيل الفايروس. خلونا نشيل الفايروس. طيب نخش على الكمبيوتر، يقول فايروس جوب يو نيد تو الزبدة، انه يقول يا طويل عمر السلامة يبغى اللي هو نشيل الفايروس من الجهاز. طيب خلونا نركب هذه الاشياء، اللي هي طبعا السلامه كيبل الكيبورد وكيبل الماوس والاتش دي حق الشاشه والباور. طيب حلو، طيب اوكي، عندنا الان زين اللي هو الميموري هذا عشان ننزل برنامج الفيروسات ونشيل الفيروس. طيب شغل. طبعا هو مزعج 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 جدا مزعج. طبعا علينا $15 طبعا ما ادري حق وشو ذي، لكن خلونا الحين ننزل برنامج. لا هو هذا، هذا ربي يغلق، هذا فايروس سكانر، فايروس سكانر. اوكي يقول يو موست ستار، يقول عدد تشغيل، تبي تشغيل ولا اوكي عدد تشغيل. انا ما سو ما نزلت الصوت مره، احس ان الصوت مزعج مره. بشغلنا الحين الصوت. طيب خلونا نعمل ستارت سكانر، عفوا ستارت سكانينج. عنده 439 فايروس، لفهم. اوكي خلاص حذفناهم الحين، خلاص من الجهاز، طفي الجهاز. طيب نسلم الجهاز الرعبي، لكن خلونا نشيل الكيابل الحين. الكيابلنا الميموري حقنا اغراضنا، يلا خلونا نسلم الجهاز الرعبي. حطه هنا. اوكي راح نسلم الجهاز. في جاتنا رسالة لكن ما ادري وش يقول. ثانك يو او ثانكس فور تيكينج اوفر ذا بي سي شوب فور مي سوري ات از نوت الزبدة. ما ادري، اعرف اقرا واعرف كل شيء بس ما ادري. على العموم هذا سوينا له يا طويل عمر السلامة، بيعطيني $100. قل له اوكي تعال خذ جهازك، اعطانا $100 زين. هذا ال 15 بس، لكن 15 حق ايش ما ادري انا بالضبط، حق 15 حق ايش ما ادري، حق الكهرباء او شيء او اجار ما ادري. على العموم جاينا ايميلين، يقول هي وما ادري شنو هو ذا. اوكي هنا وشو ما ادري. خلصنا اليوم، خلاص شغلنا اليوم، خلينا نسكر الجهاز حقنا. قل له ايقاف تشغيل. طيب عندنا هنا الكالندر، نسيت اقول لكم الكالندر عندنا هنا يوم 10، ما ادري وشو بندفع، لكن وشو اللي بندفع ما ادري. ما علينا. طيب انتهى يومنا، خلونا نطلع ونجي يوم ثاني. طفي الانارة، نطلع ونجي يوم ثاني. داي. طيب جو تو ورك، اذهب الى العمل، شغل الانارة. ان شاء الله جاتنا اجهزة جديدة. اوه
احنا مطفين الجهاز صح. شغل خليه شغال يعني عادي. المفصل بس كهرب مفصل. طيب عندنا ايميلات جديدة جاية. هذا ايميل زين يقول ريموف فايروس كلين اوت تيست. يقول هنا الجهاز عنده في فايروس ويبغى له تنظيف الجهاز. لكن نقول له يلا جيب جهازك حاليا. ثاني شي يقول ثاني يقول ريبلي كارد ويبغى كرت شاشة جي تي اكس 970 جيمر اور باتر، يعني 970 او احسن منه زي كذا. يلا مو مشكلة جيب نشوف الحين. وهذا وشو هذا يقول اوكي الزبدة. طيب طبعا ما عندنا شيء حنا بس. لكن شوف لحظة هو ايش قال هنا. هنا يبغى انا ستيل مارتني 500 جيجا. حلو اوكي جيب هذا اكسبت انستل 500 جيجا. خلنا نطلب له اول شيء نطلب زين 500 جيجا بايت. هنا اوكي هذا 500 جيجا في غيره اي هذا 500 جيجا. خلنا نطلب هذا عشان نجهز اغراضنا. قلنا اوكي باقي عندنا 5 دولار فقط. وباقي واحد يبغى اللي هو كرت الشاشة او المعالج زين جي تي اكس 970 صح. هنا تسع لا وانا 970 قال صح 970 جيمر. طبعا ما قال لا 4G ولا 2G ولا اي شيء بس قال 970. خلونا نشوف ال 970 هذا 1050 تي اي 1050 تي اي 1050 هذا 970 هذا هو هذا 970. خلونا نطلب. حلو طيب طلبنا. خلونا نطفي الجهاز نطفي جهازنا لان ما راح تجي لنا بكره يعني. هي معنى اصح راح تجي لنا بكره. انا مثل ما انتم شايفين شو هذا الكالندر كلها راح تجي بكره كلها راح تجي بكره. هذا الكرت الشاشة وهذا الجسم ما يحتاج نطفي شيء اطلع بس صح. اوكي ام داي ارجع الدوام. اوكي بضايعنا وصلت البضاعة اللي هو الهارد ديسك وكرت الشاشة. حلو والاجهزة هذا اللي قال يطلع السلامة ريموف فايروس كلين اوت داست. طيب يقول نظف الجهاز من الفايروس ونظف الجهاز خارجيا. يعني خبيتك من جهازك وين تلعب فيه في الصحراء. طيب خلونا الحين اسمه نفك هذا بلوطة. طبعا اللعبة يعني تعلمك اشياء كثيرة كيف تركب وكيف 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 اشياء كثيرة. طيب خلونا الحين ننظف الجهاز. نجي هنا وهذا اللي هو كومبرست اير اللي هو حق التنظيف الظاهر. هاي ننظف ليه ايوه اوكي بدا ينظف. لاحظوا انه بدا ينظف صح. اوه نزوم بعد ايوه يا سلام يا سلام بدت النظافه تبين. خلينا نشوف هنا اوكي هنا كلين اوت دست. خلصنا كلين اوت دست خلصنا التنظيف. طيب الحين شو اللي يبي؟ هو يبغانا الحين يا طول عمر السلامه نشيل الفيروس اللي داخل. طيب خلونا سوري
لا مو اي تعال 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 نحتاج الميموري. انا نركب الميموري هنا. طيب ونجيها هنا ركب كيابل محل هنا، وهذا حق الكهرب، وهذا حق هذا حق اللي هو الشاشة. طيب خلصنا خلصنا. طيب شغل. ويبقى اللي حق الفيروس، اول شيء ننزل البرنامج وبعدين نحذف الفيروس. اعملها ريستارت الحين. اوكي هذا البرنامج اشتغل، البرنامج اشتغل ستارت سكانينج. كلها 346 فيروس عندك كلين. خلصنا خلصنا، خلينا نشوف. ايه هنا يقول خلصنا خلاص، خلينا نسلم الجهاز، ركب له اغراضه. سوري هنا اخذنا منه هذا. طفل الجهاز، جيب اغراضنا. طيب خلصنا خلصنا الحين، هذا جهاز واحد خلصنا منه. خلنا نحطه هنا عشان نعرف اللي اشتغلناهم ولا ما اشتغلناهم. جيب هذا، هذا ايش قال يبغى؟ هذا اللي يبغى ايش؟ هذا اللي يبغى كرت الشاشة. طيب خلونا نروح نسلم الجهاز اول شيء. فكرة هذه، او جانا ايميل هنا يقول لك اولد كاستمر اذلف، قصدي شو اسمه ابشر. طيب نروح نسلم خوينا بالله. هذا ما خلصنا منه اللي هو اللي يبغى 500 جيجا، هذا خلصنا منه. نعطي جهازه، جيب فلوسنا 100 دولار. اوكي طيب الحين نروح ناخذ، او اخذنا جهاز صح. هذا ايش قلنا يبغى؟ هذا اللي يبغى كرت الشاشه صح. طيب خلينا نفك اول شيء هذا كرت الشاشه. خلينا نعمل له ريموف. اوكي طيب الحين نركب كرت الشاشه. اوكي ركبنا كرت الشاشة يا عيال، خلنا نسكر الدنيا. طيب خلصنا خلصنا، خلونا الحين نركب الكيابل، نشيك الجهاز يشتغل ما يشتغل. لوك هذا ان شاء الله باذن الله انه بيشتغل، لان ركبنا كل شيء على ما عليه، بس ان شاء الله مزبوط. وطبعا مثل ما قلنا ابغى بس كرت الشاشة بس. اسف اسف الكحة معلش. طبعا شغال اوكي اموره. يلا خلونا نسلم جهاز الرعبي. خلونا نركب هذا اول شيء. طبعا هذا القديم نبيعه، نستفيد من الفلوس 8 دولار بس، يلا ما عليه تنفع. طيب خلونا نركب هذا. نشيل اغراضنا. ايه لا وخر انت، ايه وخر. طيب خلصنا من هذا، ركبه هنا. طيب باقي هذا، هذا كان ايوه اوكي
هذا اللي يبغى ال وحدة التخزين أو الميموري أو زي كذا. ألو عرفتوا أنت وش اللي أقصد؟ لا وحدة التخزين ما تجي هنا صح؟ ما تجي هنا، لا من ذي الجهة. أوك طيب هنا نحط له وحدة التخزين صح؟ وين وحدة التخزين؟ لا مو هذي، هي هذي هي. خلنا نركبها هنا. طيب الحين باقي كيابل. كيابل وش فيها؟ اي برع. ركب الهارد ديسك، ركب الفسمة، ركب الباور سبلاي، ركب عفوا ركب هنا. خلصنا قولوا ان شاء الله خلصنا. امورنا اوكي، امورنا اوكي الحين. لا خلونا شو اسمه، الله يستر الجن، اعوذ بالله. اوكي ضبط، خلونا نجرب الجهاز يشتغل ولا لا. نشغل بسم الله. أوكي. الجهاز اشتغل اموره اوكي. خلصنا خلصنا اليوم نسلم الاجهزة دروا عليها. انا اول شيء نفتح الايميل نشوف في اجهزه عشان نجي يوم ثاني يدنا اجهزتنا خالصه، عفوا اغراضنا خالصه. هذا سلمه. ها ليه؟ اوكي ركبنا على كل شيء، وش اللي ناقص؟ ناقص شيء؟ ما ناقص شيء، وش ناقص؟ نروح نشوف. يقول هنا نشوف كل شيء ركبته. طيب لا تقول ابغى اضافي وانا بعت ذاك القد، لا ما بعت له شيء. طيب خلي ولي هذا حاليا. هذا وشو يقول لك؟ ريموف فايروس كلين اوت دست. طيب خلصنا هذا منه. هذا خلصنا منه، عطانا 522 اوكي. طيب تا طيب هذا خلصت انا منه، شو اسوي فيه؟ ما ادري شو المشكلة. خلاص طيب يعني ايش مشكلته هو الحين؟ انا ما بعرف ايش المشكلة. تعال شوف خلونا نروح شو اسوي له يا اهلي؟ اسوي له باقي له شيء هو؟ او جات ما ركبت هذه، معليش استغفر الله. اوكي ابشر 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 يا سوري يا صديقي، تعال تعال انا اسلمك لاهلك الحين. اوكي 330 اعطانا لانه خصم من عندنا قيمة اللي هو شو اسمه. يقول هنا يو في اللوكت، ما ادري والله شو يقول، لان اعرف اقرا والله لكن ما اعرف ايش يبغى بالضبط، لكن على العموم مو مشكله. احذف بس احذف احذف، خلينا نصفر اليوم. الظاهر ما في اي شيء راح، ما جاتنا اجهزه الى الان. أجهزة ما جات. طيب خلونا نروح، معنا 673، خلونا نروح ننام ونجيهم يوم ثاني. جوت تو ورك اوكي. نفتح الايميل
ماله اوريدي مفتوح يعني. طيب عندنا اجهزه هنا يقول لك ابجريد تو 16 جيجا بايت اوف رام. طيب اوكي خلونا نقبل. وهذا وش يقول؟ هذا يقول ريبلاي اي ار كولر وكلين اوت جست، نظف البوكس من برا. وهذا ما عرفته، ريبلاي اللي هي غير الظاهر المبرد، اي المبرد صح المبرد. اوكي طيب الحين حنا طبعا السلامه، جيب جهازك انت وانت ريموت فايروس بس. اوكي ما عندك مشكله جيب. وهذا وشو؟ هذا يقول 16 جيجا اوف. طيب خلنا نطلب الحين جيب. طيب خلنا نطلب اللي هو 16 جيجا زين. والثاني ايش ابغى؟ اللي هو اير كلوير الظاهر المبرد، ما ادري انطقها عدل انا او لا ما ادري. على العموم هذا المبرد زين، ابغاني اغير المبرد. بس اسم المبرد ايش قلنا؟ لحظه خلنا نعرف اللي هو المبرد ايش اسم. بلاي اير كلوير ما هو مكتوب اسمه، لكن مو مشكلة خلونا نطلب له يطول عمر السلامة. هذا عادة يكون هذا اسمه يعني الأغلب، ما أدري هل هو، لا ما أدري والله هذا أو هذا. على العموم حنا طلبناه يعني الحين زين. والثاني ذاك يبغى اللي هو 16 شو اسمه، الله يعين الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. خلنا نشوف، لا هذا بس يبغى الفايروس 16 جيجا ابجريد تو 16 جيجا. طيب سكر الايميل حاليا، وين اللي يبغى 16 جيجا؟ هذا المذر بورد، لا ميموري 8 جيجا 8 جيجا 8 جيجا 8 جيجا لا هذا 4 جيجا وقال لنا 16. هذا 8 8 4 16، هذا 16 لكن اتوقع يركب ما يركب ما ادري. خلونا نشوف ناخذ هذا. ها الله ندري ولا ذيلا، ناخذ اثنين زي ذيلا. خلونا ناخذ اثنين زي ذيلا، خلونا ناخذ اثنين، ناخذ من هنا اثنين نجرب. طبعا اقدر اخليه يجيب لي الان $100 لكن الاجهزة ما جت، راح تجينا بكرة. العموم هذا $10 working days من 3 ايام الى 5 ايام، هذا next days يعني بكرة. اوكي $30 اوكي يلا مو مشكلة جيبهم بكرة ما عندنا مشكلة. شو الكالندر اليوم؟ احنا 4 كلهم راح يجون بكرة الاجهزة مع الاغراض. طيب خلونا نروح سليبنج نرقد، طبعا ما عندنا شيء هنا صح؟ طيب خلونا نروح نرقد. طيب جينا يوم ثاني اغراضنا جات والاجهزة جات، طلبنا اللي هو اثنين هذا مع اللي هو اير فلا. طيب خلونا ناخذ الاجهزه، هذا ايش يبغى؟ هذا ابجريد اللي هو يبغى اللي هو 16 جيجا. خلونا نروح نشوف نفتح، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نحط ركبوا لهذا. اوه ما يركبون ذيلا، يا ليل الليل. نبيعهم اح، ليش ابيعهم؟ طيب انا راح يجوني يعني اجهزة يبغون زي ذيلا الظاهر، ما في الا نطلب غيرهم اللي هو 16. لكن اخاف نفس الحكايه تصدقون،
نشوف ناخذ واحد 16 جيجا كامل نشوف يركب ولا لا. اللي هو وينه؟ هذا بس اخاف انه ما يركب. كم هو؟ 330. خاف انه ما يركب والله، خايف انه ما يركب. لا ما راح يركب، ما راح يركب، مستحيل ان اي واحد اللي شرينا. والله ما ادري اللي شريناه بكم. ما ادري والله. اخر على العموم خلونا هذا 8 جيجا، بس ما ادري هذا اللي شريته انا ولا لا. هذا 4 جيجا، هذا 2 جيجا، هذا 16 جيجا. نجرب نغامر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 130 بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اخليه يجي اليوم. ترى هذه امر الى الله، بس اعملها زياده. ان شاء الله انه يركب عاد، ما عندي مشكله مع المي، بس ان شاء الله انه يركب. هذا اغراضنا. اوكي ان شاء الله انه يركب، ان شاء الله باذن الله. طيب ما يركب يا عيال. 130 خدته وبيع 43. والله ما بعته. شوف ايش شو اسمه ذا كذا، مشكله والله. فلسنا فلسنا يا عيال فلسنا. هذا 8 جيجا لكن هل يركب؟ نشتري واحد طيب ونجرب. بدل ما نروح نشتري اثنين خلونا نشتري واحد. امري لله، انا خسران خسران طبعا. لكن شوف هذا ما راح اخليه اليوم، خليه بكره. طيب لان عندنا جهاز ثاني خلينا نشتغل عليه. نسلم هالراعي الجهاز، عفوا نسلم الجهاز الراعي. عندنا اثنين بعد بدل واحد. خلينا نحط هذا هنا على جنب عشان نعرفه. هذا يبقى اللي هو حق الفيروسات. تعال هذا سهل عشان تجي لنا فلوس، لان ورانا اجار ورانا كهرب ورانا كل شيء. يا رب يسرك الحب والعافيه. طبعا هذا ما يبقى الا الفيروسات، اللي هو عفوا شيل الفيروسات بس. ما ادري كم بيعطينا، ما قريت ما قريت كم بيعطينا. يا ولد يا ولد قد عاقل. راح حطت حرت شو اسمه ذا وحدة تخزين في الدمج. طيب الحين نجيب هذا الميموري نركبه هنا، نشغل الجهاز. يلا حق الفيروسات، خلنا ننزل حق الفيروسات. نعمل له ريستارت. يا الله اوكي. طيب يا الله ريستارت 269 فايروس فاير فاير فايروس. طيب خلاص شغل طفه. طيب جيب اغراضنا انت الحين. نحط هذا وين؟ نحطه هنا لان هذا يعني ما نحطه اي محل، انا بسلمه خلاص. هذا اللي يبغى اللي هو تنظيف الهارد ديسك. شوفوا كيف صاير، عفوا تنظيف الديسك توب كامل زين، او تنظيف ال شو اسمه ذا الزبده. على العموم يبغاني انظف كامل. طيب خلونا ننظف. افتح الجهاز. الحين طال عمرك جيب هذا. لا من هنا ها نبدا عشان لحظة انت شفتوه نظف شوي. انا زوم
طيب ايوه يا سلام، خلصنا التنظيف الحين نركب له يا طول عمر السلامة اللي هي هذه اللي هو يا طول عمر السلامة اير كولر قلناها. طيب الحين نجيب الجديدة، الجديدة وينها؟ اي هذه هي، هذه هي لا لا يا ولد، لا تقول ما تركب. انا اشوف، لا هذا حق اللي هو شو اسمه ذا، اوكي. الحين نسوي اعادة تشغيل، او عفوا نشغل الجهاز لانه هو طلب منا بعد ما نركب هذا نشغل الجهاز نشوفه اوكي ولا لا. اوكي حط الجهاز سلم الرعي. سلم جهاز الرعي يا عيال ونشوف لنا حل القضية حقتنا الفلة اللي هي اللي ما يركب الهاردست، عفوا اللي هو وحدة التخزين. هذه الأجهزة خلصنا منها، جيب هذا بنطلب له طبعا السلامة وحدة التخزين اللي هي 16 جيجا. والله عنا خسرنا اليوم، اليوم خسرنا، لكن مو مشكلة، خلونا نسلم الأجهزة الرواعيها أول شيء. هذا يقول clean out complete day and 1/8/2018 جديد. اوكي ما ادري هذا اللي شو يبي بالضبط، لكن على العموم تعال انت. وهذا يبي بعد 8 جيجا، تعال هذا ال 16 جيجا اللي ولي. هذا خلصنا استلمهم راعيهم 270 جيب، وهذا خلصنا استلم الراعي 200. اوكي طيب خلونا نشوف هذا، هذا يقول لي ما ادري شو يقول، يقول ما ادري. على العموم جيب انت جهازك، وانت جيب جهازك، وخلونا نطلب الحين انا ايش طلع من الجهاز اللي هو 16 جيجا. طبعا ما في حل الا 8 جيجا، 8 جيجا هذا ما طلبناه، احنا خسرانين خسرانين. والله لا ابتدي من تحت اخر شيء من الاخير، احنا خسرانين خسرانين. هذا 8 جيجا نطلب اثنين، انا ما ادري هذا طلبته ولا ما طلبته، والله ما ادري. خلونا نطلب اثنين، جيب اشوف بكره بيجون صح؟ اي والله بكره اقول اجلس له بكره اذلف. تعال هذا اغراضنا وجات مع الاجهزه ذيل الاثنين، ان شاء الله انه يركب، ان شاء الله انه يركب، قولوا ان شاء الله. لا ما يركبون يا عيال، ياو ما يركب، ما يركب والله ما يركب. هذا 8 جيجا 2400، خلينا نطلب الثاني. يا خسارة خسارة، اخو شو اسوي؟ طيب هو ما حدد لي ابغى 8 جيجا ايش نوعه ولا زي كذا ولا من ذا الكلام، ما ادري. 2400 ذاك 8 جيجا 2400، وين ال 2000؟ هذا هذا ما نطلبه خلاص، احنا طالبينه، احنا نطلب هنا واحد
لا هنا هنا هنا، هذا هذا اثنين، اطلب اثنين بكره بيجون. على العموم على ما يجون بكره خلينا نشيل الجهاز. تعال انت ركبه محله، خلينا نشتغل على هذا. هذا يقول يبي 8 جيجا رام وش اسمه، اجل خل هذا بعدين، خلينا نشتغل على هذا اللي يبقى تنظيف. هذا يقول كليم بس، اوكي ابشر، يبغى تنظيف ويبغاني اسلم له في 1/8/2018 او قبل 1/8/2018، بس احنا 4 اليوم 5/6 اليوم، ما ادري كم، ما ادري والله. العموم زوم، جيب هذا، نظف يا صديقي، نظف نظف، الله يعين، الله يعينك على الزباين زي كذا، يلعب في الصحراء ويجيك يقول لك يا السلام نظف الجهاز. اوكي خلاص التنظيف، خلاص التنظيف، ركب اغراضه. هو بس يبغى تنظيف يعني، ما يبي شيء، يبغاني اسلم له قبل 1/8 او في يوم 1/8 شغل الجهاز. يلا هذا ال HD، لا مو ال HD، هذا حق الكيبورد، هذا ال HD. طف، ما عندنا وقت، ما عندنا وقت، عندنا وقت، الله يسلم. عفوا هنا نروح نسلم الجهاز اللي خلصناه. نشوف جاتنا أجهزة جديدة ظاهر جان، ايه يقول بلاي ماذر بورد، هذا يقول استبدل لي الماذر بورد. اوكي ابشر، جيب جهازك ابشر. هذا خلصنا، حط راعي، جيب 120. هذا 8 جيجا، خلينا نطلب له مرة واحدة. لحظة، عندنا 8 جيجا، احنا ليش نطلب؟ عندنا 8 جيجا. 260 هذا خلصنا منه ولا شابي ذا، ما ادري حذف بس خلاص. طيب خلونا نروح نرقد. طبعا الظاهر بكره نسلم اجار، او اليوم عفوا نسلم اجار، لكن على العموم مو مشكله، جات الاجهزه الجديده. لحظه، ان طلبنا ما جاتنا اغراضنا حق هذا الجهاز، ما جات سالفة اللي هو هذا، يبغى تغيير ماذر بورد ولا طلبنا له ماذر بورد، امس كان وصل اليوم. خلي ولا بعدين بعدين بعدين، خلنا على هذا اللي هو يبغى، اللي هو 8 جيجا. ايه 8 جيجا، احنا عندنا ان شاء الله تركب، ان شاء الله انها تركب. ان شاء الله تركب، ان شاء الله، قولوا ان شاء الله. لهذه اوه شت، ما تركب، والله ما تركب. ليه؟ ايش المشكلة مع ذيل يا جماعة؟ انا بعرف شو المشكله، والله ما انا بعرف شو المشكله.
هذا يقول نظف اللي هو الهارد ديسك، ابقاه قبل 1/10 completed the end of day، ما ادري قبل او بعد والله ما ادري. وهذا الشيء بذا نستل هذا طب ليه ماذر بورد، هذا يقول غير ماذر بورد، احنا ما طلبنا له ماذر بورد، الحين بنطلب. طيب خلونا نطلب ماذر بورد، بس هو الماذر بورد حقه وشو؟ ها انا ايش فيني اطلع وين الماذر بورد؟ هو ما حدد اي ماذر بورد، لكن ايش بنسوي احنا؟ اللي بنسوي طال عمرك نبي نشيل ذا الجهاز، طيب نحطه هنا ونجيب هذا الجهاز اللي يبغى الماذر بورد ونفك القديم عشان نطلب زيه، ايش رايكم؟ خلنا نفك القديم. هذا المذر بورد، هذا هو اللي ورا ذا، لكن هو يقول لي الحين فك كذا الشغلات ذي. خلنا نروح من ورا، فك من هنا. هذا هو. لكن اوكي لازم افتح ذيلا. قص الوايرات لازم. وذيلا بعد افكهم. طيب اوكي الحين فكينا المذر بورد، يا ربي. طيب فكينا المذر بورد، خلونا نروح الحين نشوف المذر بورد حقه وشو. هذا المذر بورد يطلع عمر السلامة H170 ماتش، اوكي H170 ماتش. نجي هنا ونروح هنا مذر بورد H170 ماتش، هذا هو. طيب نخليه يجي بكره ونروح حق اللي هو الميموري، نطلب اللي هو 16. انا طلبتهم بس ما جاوا، ليه ما ادري. 16 ما في، قلنا احنا بنطلب اثنين زي اثنين زي ليلة اثنين، وبنشوف ان شاء الله تضبط معنا بسم الله. طيب طبعا الى هنا يا طول عمر السلامة نخلص نختم اليوم، وان شاء الله باذن الواحد الاحد مقطع ثاني نكمل الاغراض. طبعا اللعبة جدا جدا جميلة، جدا جدا جميلة. حاليا تركب قطع بعدين تجيب لك ناس، يعني تتصل عليك ناس او ترسل لك ان احنا نبغى تضبط لنا تجميعة بي سي زي كذا وحركات زي كذا وجمعها. لكن هنا خلونا ننهي المقطع، وان شاء الله باذن الواحد الاحد الفرد الصمد بمقطع اخر نكمل شغلنا. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.